السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أعزائي الطلبة. درسنا لهذا اليوم بعنوان الثروة النفطية ومميزاتها لصفوف الأول إعدادي لمادة الاجتماعيات. لنتعرف سوية على أهداف درسنا لهذا اليوم. أهداف الدرس: هدفنا الأول سنبرز أهمية الثروة النفطية في دول مجلس التعاون، وهدفنا الثاني سنوضح خصائص النفط في دول مجلس التعاون، أما هدفنا الثالث والأخير سنحدد أبرز مواقع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون باستخدام الخريطة. يتركز النفط في شرق جزيرة العرب وفي مياه الخليج العربي. النفط بقايا نباتية وحيوانية تغسبت داخل طبقات رسوبية سميكة. يكون النفط عادة على شكل مادة لزجة تعلوه طبقة من الغاز الطبيعي. توجد حقول النفط والغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون في الجهة الشرقية، حيث توجد طبقات الصخور السميكة. أعزائي الطلبة، خريطة دول مجلس التعاون والمياه الخليج العربي. نرى في الجهة الشرقية المحددة أمامنا باللون الأحمر مناطق النفط والغاز الطبيعي. في الجهة الشرقية كما هو محدد أمامنا في الخريطة. توجد حقول النفط والغاز الطبيعي في دول المجلس سواء برية وبحرية. وأبرز حقل نفطي في دول مجلس التعاون يسمى بحقل القوار في شرق المملكة العربية السعودية. كما نرى أعزائي الطلبة، الخريطة التي شرحناها في السابق تحدد لنا مناطق تجمع النفط والغاز الطبيعي في الجهة الشرقية لدول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون تخزن وتنتج أكبر كمية من النفط والغاز الطبيعي في العالم. في دول مجلس التعاون ثلث الاحتياطي العالمي من النفط. في دول مجلس التعاون ثلث الاحتياطي العالمي من النفط. وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالمياً. يقدر نصيب دول مجلس التعاون بخمس الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. تنتج دول مجلس التعاون خمس الإنتاج العالمي من النفط. ولدول مجلس التعاون 9% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي. ونستهلك نحن في دول مجلس التعاون 22% من إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي وتصدر الباقي. إن النفط في دول مجلس التعاون قزير الإنتاج وسهل الاستخراج والتصدير. يتميز النفط في دول مجلس التعاون بسهولة استخراجه وقزارة إنتاجه، طول عمر الاحتياطي، قرب الحقول من موانئ التصدير، موقع متميز بين أهم مواقع استهلاكه اليابان وجنوب شرق آسيا في الشرق ودول أوروبا في الغرب. أعزائي الطلبة، لننتقل إلى النشاط الختامي لدرس هذا اليوم. ضع علامة صح على يسار العبارة الصحيحة وعلامة إكس على يسار العبارة الخاطئة فيما يأتي. السؤال الأول: منطقة الخليج العربي من أهم مصادر الطاقة في العالم. إذن الإجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال الثاني: توجد حقول النفط والغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون في الشرق. إذن الإجابة صح. لننتقل إلى العبارة الثالثة: يقدر نصيب دول مجلس التعاون بالثلث الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. إذن الإجابة خاطئة.
في دول مجلس التعاون نصف الاحتياطي العالمي من النفط؟ العبارة خاطئة. تستهلك دول مجلس التعاون 22% من إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي. إذن العبارة صحيحة. يتميز نفط دول مجلس التعاون بموقع متميز بين أهم مواقع استهلاكه. العبارة صح. وإلى هنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم ودمتم سالمين.